مشاهدينا بالفاصل قبل شوي سولفت مع الفنان جمعة وقلت له ترى أمير القلوب هو الشيخ جابر رحمة الله عليه، والشيخ صباح هو قائد الإنسانية. قال لي لا، هو أمير القلوب لأنه هو في قلب كل إماراتي. صراحة كلمة جميلة وأشكره عليها وما قصرت. واليوم الاحتفال الوطني لدولة الكويت ما يقتصر فقط علينا احنا ككويتيين بس، كل دول الخليج قاعدة تحتفل معانا، والدليل وجودي اليوم في مملكة البحرين في هذه التغطية الخاصة. وفي هذه الفقرة راح يكون معانا الفنان، قال لي أنا عاشق البحرين، الفنان الشاب عصام لدعيس اللي حب يشاركنا هذه الفرحة. مساء الخير وحياك الله. الله يحييكم ومسيكم بالخير ومسيكم على المشاهدين. إذا أنت عاشق البحرين وإحنا الكويت مالنا نصيب؟ الخليج كله. الله يخليك. هاي إجابة دبلوماسية. لا لا. ليش البحرين تحديدا؟ لا، لك مشاركات فعلا في المحافل الخليجية، بس دائما نشوفك متواجد في البحرين في الاحتفالات. البحرين، البحرين أتوقع لها معزة. والله شوف، البحرين مهما قلت ما راح اوفي حقه، لان البحرين في القلب ومترسخه في قلبي. اي والله صدقت صراحه، واللي يدش البحرين يرجع لها مره ثانيه وثالثه ويقعد فيها. الله، فانا اتشرف اني عاشق البحرين، وهالبلد الطيب والناس الطيبين. شرف فيك ويشرفني هالشيء. الله يسلمك. يا هلا فيك. يبارك فيك. الله يسلمك. طبعا الفن الكويتي كان له تاثير في كل المجالات، وهذا ما شاء الله أهل الخليج كلهم يتفقون على هذا الموضوع، سواء الأغاني، القصائد، الأناشيد. شلون قدر الفن الكويتي من الوصول إلى قلوب كل الخليجيين من بعد حبك للبحرين طبعا؟ طبعا بداية نبارك لأهلنا في الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، ونقول لهم عسى الله يديم الأفراح ويحفظنا يا رب. آمين. أجمعين يا الله. آمين. طبعا الفن الكويتي فن عريق وفن يعني صعب جدا تقنع. صعب جدا تقنع أهل الكويت لأنهم مذوقين. نعم. في الفن، فأي أحد يعني أغلب الفنانين متخرجين من المدرسة الكويتية. نعم. سواء تمثيل، غنى، صح، المعاهد، ما شاء الله. ففي اهتمام في الفن بشكل عام في جميع المجالات الفنية. نعم. فهذا الشيء يعني من الحرص على الفن يقدم بصورة جميلة ويدخل قلوب الناس. يمكن حتى نلاحظ أخوي عصام أن يعني من سنين ورا وليه اليوم دائما الفنان لما يبي يطلع من الكويت أو يشتغل مع كاتب كويتي، ملحن كويتي، موزع، دائما الكويتي هي تكون المحطة الأولى. ليش باعتقادك؟ شنو السر؟ السر مثل ما قلت اهتمام أهل الكويت بالفن، يعني مهتمين بشكل قوي، وفي تطور في جميع المجالات الفنية. ما هو يعني مو شيء معين مرتكزين على جميع الأنشطة الفنية. فهذا الشيء يعني مثال مهرجان هلا فبراير. نعم. السنوي اللي قام يعني شرف لأي واحد يشارك في هذا المهرجان، وأنا أعتبره اختبار لأي فنان. أوه. لأن الشعب الكويتي صعب تقنعه، شعب ذويق، ولازم يعني نجاح كبير إذا 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 نجحت أمام الشعب الذويق الكويتي صراحة. جميل. وقبل لا يسرقنا الوقت. نعم. ويقول لنا المخرج خلاص أنا بيسمع شيء. يستاهلون هالكم. الله يخليك. استنى بقول شيء يعني للفنان راشد الماجد غناها. نعم. يا كويت يا دار المعزة والأحرار، دار الصباح اللي تميز عطاها، حتى القصايد تنحني ونبض الأشعار، وحتى المشاعر تستحي من غلاها. يا كويت يا كويت يا كويت يا كويت، غلاك عندي يا بلد سر وجهار، مدام ابو ناصر سندها وذراها، ومدام ابو فيصل عوينا على الدار،
الغالي ارخص كل غالي فداه يا كويت يا كويت يا كويت يا كويت. الله يسلم هالصوت يعطيك العافية. دام احنا اليوم اكيد نشارك اخوانا الكويتيين احتفالاتهم الوطنية، اكيد ربيت على سماع اصوات من دولة الكويت، فنانين كويتيين، من الفنانين اللي حسيت انك تأثرت فيهم والله في البدايات؟ او تبغى الصراحة؟ والله كلهم فنانين بمعنى الكلمة، كل واحد يقول الزود على يعني يعني فنانين عبد الكريم عبد القادر ابو خالد يعني من المخضرمين، الفنان عبد الله الرويشي، نوال الكويتية، نبيل شعيل، ما ابغى اذكر اسمائهم، لكن ما شاء الله يعني الكويت تخرج فنانين سواء في الغناء ولا في التمثيل ولا في المسرح، يعني ما شاء الله. جميل جميل، كل الشكر لك الفنان والشاعر الشاب عاشق البحرين عصام دعيس. شكرا على هذا اللقاء، شكرا على الأغنية الجميلة اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله دائما نعود هذه الأيام جميعا وإحنا بالخير وبالأمن والأمان. آمين يا رب. نتمنى إن شاء الله شعب الكويت التقدم والأمن والأمان، وإن شاء الله دائما أعيادهم في تقدم بإذن الله، وجميع دول الخليج. وأنا أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة، وشكرا لكم. شكرا لك. ومشاهدينا بقول للأسف أنه وصلت معاكم لختام تغطيتنا الليلة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة الكويت وذكرى أيضا يوم التحرير. إن شاء الله كانت تغطية مميزة بمشاركة إخواننا وضيوفنا أيضا من دول مجلس التعاون كما هو الحال فعلا على أرض الواقع. الوقت مر بسرعة. أي والله صدقت يا بدر، شرفت اليوم بالتقديم معاك. الله يسلمك. وفعلا يمكن الواحد لما يروح استوديو غير استوديو وستاف غير ستافة يشعر بالارتباك شوي وعدم الراحة، لكن أنا أعتقد اليوم الناس شافت إيش كثر أنا كنت مرتاحة سواء معاك في التقديم أو مع ستاف البرنامج كلهم، يعطيكم العافية وما قصرتوا وما شعرت معاكم بالغربة أبدا. الحمد لله، وإن شاء الله يكون في تبادل، دائما نقول نبي تبادل. إيه نطريكم إحنا الحين إن شاء الله يعينكم إن شاء الله بإذن الله. أكيد في نهاية هذه التغطية أيضا نشكر عاليا فلاورز وقدو على تزيينهم للاستديو، هذه التغطية اللي كانت عبر تلفزيون البحرين لاحتفالات دولة الكويت الوطنية. شكر خاص لتلفزيون دولة الكويت مرة ثانية اللي شاركنا عبر تواجد إخواننا الإعلاميين محمد الوسمي وماهر العنزي والزميلة نجال كندري اللي رافقتني هذه التغطية. والله إن شاء الله قدرنا نعكس الروح الخليجية الواحدة ومدى حب البحرينيين لأشقائهم الكويتيين، ونجدد أكيد التهاني والتبريكات الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني، والله يديم أفراحنا في كل دول الخليج يا رب. بإذن الله تصبحون على خير ومع السلامة. عشان هنا الكويت الويت.